غير مقبول أن يتم الزج في السجن بمن يبلغ عن الفساد ويفلت المفسد من العقاب، هذا ما صرح به الرئيس التونسي قيس سعيد في لقائه مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، في خطوة يعمل من خلالها على محاربة هذه الظاهرة التي باتت تنخر جسد تونس. ليتأكد الجميع أننا حريصون على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية التي لا أثر لها في حيز الواقع والتطبيق، وحريصون على تطهير البلاد بقضاء عادل. خرجة سعيد تؤكد بالطبع نية السلطات في التصدي للفساد وحماية المبلغين عنه، لكن يجب عدم التعدي على حرية الآخرين. ليس من الطبيعي قال أن يزج بمن أخبر بمن أعلن بمن شهر بحالة الفساد التي تنخر البلاد في السجن، في حين أن المذنبين الذين تورطوا في تخريب الدولة المالية العمومية نجدهم يعني أحرار. بالطبع هذه إشارة واضحة إلى ضرورة حماية المعلنين أو المخبرين عن حالة الفساد. فتح كافة ملفات الفساد من دون استثناء خطوة يعتبرها الرئيس التونسي ضرورية لإنقاذ الاقتصاد المأزوم والتصدي للتجاوزات التي تهدد مؤسسات الدولة التونسية وشعبها على حد سواء، فهل ينجح في مسعاه؟